قبل يومين ذهبت أخذت الأطفال إلى منتزه، يعني أفطرنا، يعني صار الفطور في المنتزه، منتزه حكومي في أماكن واسعة وكذا وأماكن خاصة بالعوائل وكذا. لما ذهبت هناك لاحظت كثير من الوجوه تنظر إلي. طبعا هذا كله بسبب التوك توك، لعله بعض الناس شايفيني أو كذا، ف يعني ما كلمني أحد طبعا، ولكن أنا شعرت بأنني عيون علي مفتوحة. المقداد ابن الأسود، نعم صحيح. طبعا يعني المفروض احنا ايضا تكون عندنا معرفة. هي عفوا شهرت جديدك. حقيقة هي هاي الشغلة اللي أنا دائما كنت أتجنبها في حياتي. ما هو ردك على من يقول أنك تحاول تسقيط الشيوخ؟ العزيز ما له علاقة بهذا الحش، لأنه أنا بالنتيجة أعمل وفق ما أفهمه من منهج أهل البيت. أهل البيت يقولون إن قيل فيك كلام ما لا أصل فأنت لا تهتم، إذا عاقل لا تفتن. إذا واحد مدحك وهو مو مستحق، هو مو أهل أن يزيدك إذا مدحك، خلص بالنتيجة أنت لا تفرح، لأنه بالنتيجة اللي مدحك وهو جاهل أو اللي ذمك وهو مزور، اثنيناتهم أنت المفروض تكون عندك شو اسمه. المهم المقداد ابن الأسود الكندي. طيب هو أنا موجودة فكرة في بالي، بس هي المشكلة الأفكار كثيرة والوقت الوقت ما يكفي حقيقة. طيب ترى يوجد مشايخ كثيرين، يعني ممكن أنتوا توزعون الاقتراحات عليهم على الأخوان أيضا، ويعني الشيء اللي وأنا أحذركم، ترى خلوا في بالكم شغلة أنا ذكرتها أكثر من مرة، ذكرتها أكثر، عفوا هسه الآن أجوبك على مسألة السيد الشرازي، إنه لا تكثرون، يعني لا تتعودون على شخص بعينه كأنه هو ذي الشخص ولا